جماعة الإخوان لها تواجد قديم في الصومال يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكون أرض الصومال أو صوماليا لاند جزءاً من الدولة الصومالية فيعود وجودهم فيها إلى نفس الفترة تقريباً. وبعد التضييق على جماعة الإخوان في أكثر من دولة عربية بعد عزلهم سياسياً في مصر في عام 2013، بدأت الجماعة في نقل بعض أموالها إلى أفريقيا، كما تقدموا للحصول على الجنسية في بعض الدول الأفريقية، خصوصاً بعد التقارب بين مصر وتركيا، فلن تكون أنقرة ملاذاً آمناً لهم. ومن بين هذه الدول الأفريقية جمهورية أرض الصومال، وقد تقدموا بالفعل للحصول على الجنسية هناك، فضلاً عن نقل جزء كبير من الاستثمارات في تلك الدولة، كما أن رغبة تلك الدولة في الاستثمارات الخارجية سهلت الأمور على الإخوان الذين استغلوا الموقف وبدأوا في تنفيذ مشروعات تجارية وصحية واجتماعية. وكان على رأس الذين انتقلوا إلى أرض الصومال القيادي الإخواني حلمي الجزار، مسؤول القسم السياسي وعضو الهيئة العليا بجماعة الإخوان المسلمين، حيث انتقل للعيش في صوماليا لاند ويعمل في إحدى المستشفيات، خاصة وأنه طبيب في الأساس. اختيار الإخوان لتلك الدولة الأفريقية يأتي في إطار رغبتهم في عدم الانتقال إلى دولة يصعب تضييق الخناق عليهم بها، عكس تواجدهم في أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا، وهي دول صاحبة علاقات مع مصر ومن الممكن في أي وقت أن يتم ملاحقتهم، فضلاً عن أن مقر التنظيم الدولي للإخوان موجود في لندن، وتجمع الإخوان هناك سيسهل ملاحقتهم.